صمت الديمقراطية، مقال نشره اليوم البروفيسور غاد برازيلاي، وتحدث من خلاله عن حماة الحمى في إسرائيل، وقال: حماة الحمى في إسرائيل يتعرضون للتهديد سياسياً أخلاقياً شخصياً، وينبغي حمايتهم، ولكن ينبغي الاعتراف بأن حماية الحمى في الدولة كانت منذ البداية هزيلة وجزئية. أن يكون المرء حامية أو حامل حمى الديمقراطية في عهد الشعبوية السلطوية والمنافسة السياسية والوحشية ليست مهمة سهلة، بل وتكاد تكون متعذرة، فحماة وحاميات الحمى يواجهون هجمات سياسية لا تتوقف، وقد تعرضوا لذلك في النيابة العامة للدولة، في مكتب المستشار القانوني للحكومة، وفي قسم الميزانيات في المالية. ويرجع الكاتب في التاريخ منتقدا حماة الحمى في إسرائيل ويقول: حماية الديمقراطية في إسرائيل خائفة ومترددة، هكذا هو الحال منذ سنوات طويلة، ولا تتهم فقط الشعبية السلطوية وفي فترة الانتخابات بالذات، هذا سهل جدا وليس دقيقا على نحو الظاهر، فحقيقة أن إسرائيل تسيطر منذ أكثر من يوبيل من السنين بقوة عسكرية وبل حقوق مواطن على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، حظيت بإسناد كامل أو جزئي صريح أو ضمني قانوني وغير قانوني من حماة الحمى، فأيقونات الديمقراطية تسكت حتى عندما لا يسكتها أحد. ولذا يشير الكاتب إلى أن المشكلة هي أعمق من مجرد رئيس وزراء مرفوعة ضده لائحة اتهام. من أجل تغيير الوضع يتوجب إجراء تعديلات دستورية تعزز مؤسسة النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة، بالإضافة إلى تعزيز صلاحيات بنك إسرائيل والرقابة على البنوك، المزيد من الدور الجماهيري في توزيع المقدرات بين المركز والمحيط، وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. إلى هنا وصلنا إلى نهاية بانوراما، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.